اهلا بيكم في حلقه جديده من اللعبه. ضيفنا النهارده واحد من المهاجمين المميزين جدا في الدوري المصري، ضيفنا محمد حمدي. محمد منور. الفتره الاخيره محمد حمدي زكي زعلان، بيطلع في الاعلام متضايق، ايه اللي حصل معاك في اسوان؟ بص، كل الموضوع ان انت بعد ما بتعمل حاجه كويسه طبيعي ان انت تلاقي يعني تلاقي مقابل للحاجه دي يعني. فانا جالي عروض، طبعا انا قفلت كل حاجه لحد ما الموسم خلص، احتراما لنادي اسوان يعني. يعني ركزت لحد اخر الموسم، الحمد لله ظهرت بشكل كويس. جه في اخر الموسم كان في عروض برضو، النادي دخل في العروض دي بعد ما خلصنا الموسم على طول. والعرض عشان نختصر الكلام، العرض اخذ فتره كبيره في التفاوض يعني لحد ما الموضوع باظ. كانت اي حاجه بتكلمني، اي فرقه بتكلمني، او كان اي مثلا حد بيكلمني البنك الاهلي يا محمد، كان البنك العرض اللي هو دخل للنادي على طول، وان احنا اتكلمنا، وكان في توافق يعني من الطرفين يعني. بس فبعد كده المفاوضات قعدت فتره كبيره لحد الموضوع ما ايه ما تمش يعني، حصل باظ يعني من الاخر يعني. بس فطول الفتره دي كان خلاص انت قافل على نفسك، ما فيش فرق، ما بتكلمش حد، خلاص الموضوع كله كان مساله وقت بس مش اكتر يعني. في الاخر خالص لما الموضوع باظ اضطريت ان انا خلاص ما فيش، الناس كلها جابت لعيبه وكله قفل وخلاص، ما حدش خلاص ما فيش حد عايز يدفع فلوس، وفي نفس الوقت ما حدش عنده اماكن، وحسيت ان خلاص الموضوع بيبوظ يعني. فكنت متضايق قوي، خرجت من جروب اللعيبه وبلغت الاداره، يا اما امشي يا مش هلعب كره تاني. بص، الموضوع ما كانش بالطريقه دي قوي يعني. وبعدين الموضوع يعني حصل لما لقيت بقى فيه تعنت، ولقيت ان الموضوع فعلا الناس يعني مش عايزه تمشي الموضوع، وانا حاسس ان الموضوع بيبوظ، فكل حاجه هتبوظ. التورتايه اللي انت عملتها ترش عليها في الاخر حبه تراب، فده اللي حصل. فانا الفتره دي يعني كنت فعلا خلاص بقى اللي هو يعني زهقت بقى ومخنوق ومش طايق اكلم حد، خلاص الموضوع بيبوظ ومفيش فرق يعني. بلس حتى لو الموضوع باظ مفيش فرق كمان، ليه؟ الفتره اللي قلت لك عليها ان انا فضلت فتره كبيره مستني الموضوع يخلص، كل الفتره دي انا عمال اقفل في فرق، عمال اقفل في فرق، ففي الاخر ما لقيتش فرق. تمام. ففي الاخر خالص لما حسيت بقى الموضوع مش عايز يمشي، انا قلت لهم خلاص طالما انتم مش عايزين تمشوا الموضوع، انا مش من الطبيعي ده كل الكلام ده، وانا بتناقش مع مجلس الاداره والناس اللي موجوده يعني، وهم موجودين برضو ممكن يعني تتابع معاهم، ان انا مش من الطبيعي بعد كل ده ان انا العب محترفين، مع احترامي ليهم وقلت الكلام ده كذا مره، ان انا العب محترفين. انا قلت لهم ان انا عملت موسم من احسن مواسمي في نادي اسوان، ويمكن الاحسن بعد موسم الاتحاد السكندري، وبعد كم موسم برضه في سموحه، بس يعني انا بالنسبه لي ده جاي بعد معاناه يعني. حصل ظروف وحصل حاجات خلتك ممكن تأثر شوية، ممكن تبقى الحاجات جت ضدك شوية، بس الحمد لله يعني كان توفيق ربنا أهم حاجة. فكان من الطبيعي إن أنت ما تكملش في المحترفين، أو تمشي تروح فرقة نتاج اللي أنت عملته يعني. لو حصل وما عرفتش تخرج من نادي أسوان هتعمل إيه؟ لو حصل وما عرفتش أخرج ساعتها مش عارف، ساعتها أنا فعلا خدت قرار إن أنا مش هلعب، وانا في انا عندي شويه. مش هتلعب معاهم ولا مش هتلعب كوره تاني؟ مش هلعب بقى، واللي يحصل يحصل، مش هلعب محترفين. وانا لو فضلت معاهم اكيد هروح العب، وانا كنت شايف ان الموضوع هيبقى صعب عليا شويه، مش هلعب بعد اللي حصل. تمام. انا ما عملتش كده من دماغي، انا عملت كده لما جبت عروض وجبت فلوس وجبت وفي الاخر ما لقيتش ناتج يعني. فكنت فعلا واخد قرار ان انا خلاص، انا كنت زهقت اصلا خالص، كنت خلاص قفلت بقى، اللي هو يعني ممكن تبقى وانت متعصب بتاخد قرارات انفعاليه، بس انا فعلا ما كنتش هلعب، انا فعلا ما رحتش النادي. والفتره دي رحت خرجت من الجروب وقلت لهم انا خلاص هبطل، هقعد في البيت لحد ما الاقي فرقه اعرف اروح فرقه. انا عملت كل اللي عليا، الدور والباقي المفروض عليكم انتوا يعني. بس محمد حمدي 30 سنه اتنقلت ولعبت في بين انديه كتير، اهلي، مقاولين، سموحه، اتحاد، اسماء كبيره. شايف ان محمد حمدي زكي لاعب عنده امكانيات ولكن حظه قليل؟ ممكن تقول كده يعني. انا بحسبها في الاول وفي الاخر هي مش حظ قوي، ما بحطهاش تحت الحظ قوي، بحطها ممكن تبقى هي رزق، ربنا ليه حكمه في كده يعني. بس ممكن برضو يعني يبقى في نسبه حظ مش كويسه لو احنا بنفرض الحظ بس. اوكي، هسالك سؤال شبهه بس بشكل تاني. اتنقلت كتير بين الانديه، كويس. محمد حمدي زكي لاعب ذكي بالنسبة لي أنا؟
بالنسبه لي انا بالنسبه انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي اللي انا بعمله انا شايف ان ده الصح. انا شايف ان ده الصح. ممكن انت تختلف معايا، ممكن الناس تبقى معترضه. انا شايف وعندي مبرر لده. انا شايف ان انا بامكانياتي دي، بشهاده الناس طبعا وبتاريخي ده كله والانجازات اللي انا بعملها، ان انا ما ينفعش اقعد. انا بشوف كده، ومش بشوف كده بكلام، بشوف كده بفعل. تمام. فانا كل اللي بطلبه ان انا ابقى موجود بلعب. انا ما بحبش اقعد. انت ممكن تكون شايف صح ان انت ما تقعدش في مكان ما بتلعبش فيه، ولكن مزبوط. اختياراتك مش صح. فسؤالي مبني على الحته دي، انت شايف ان اختياراتك كان فيها نسبه من الذكاء للانديه؟ اه طبعا. طب ليه 31 سنه وما حسيتش ان محمد حمدي زكي عمل المشوار اللي يستحقه ويستحق امكانياته وعلى الصعيد الدولي نفس الكلام؟ طيب السؤال عندك شويه ممكن يبقى مش مظبوط من وجهه نظرك. من وجهه نظري انا اختياراتي كلها زي ما قلت لك من شويه، اختياراتي كلها صح. ليه؟ انت عايز تقعد في نادي، ممكن تقعد. وفي ناس بتبقى طموحها ان انا وصلت النادي ما يعني خلاص ومستقر. انا ما ينفع، انا ما بعرفش اعمل كده. انا لازم العب. طول ما انا بلعب، حتى لو في ايه، طول ما انا بلعب انا كويس. تمام. نرجع بقى للسؤال، ان هي انت ما روحتش بقى فرق ومش عارف ايه. انا خلصت من الاتحاد السكندري وانا تاني هداف الدوري. تمام. دي القصه من الاول خالص. وكنت في منتخب مصر الاول وانا عندي 23 سنه. قبل ما تروح الاهلي رحت المنتخب عن طريق الاتحاد السكندري؟ كنت طبعا. تمام. كنت اولا كابتن الفرقه، كنت لسه 23 سنه، وكنت تاني هداف الدوري وما كملتش الموسم. كان فاضل 6 ماتشات في الموسم ما كملتهمش. كنت ممكن ابقى الهداف التاريخي لنادي الاتحاد، ما حصلتش. كنت جايب 14 جول. تمام. وكنت في المنتخب الاول مع كوبا. خلصت الموسم رحت الاهلي. طب يمكن الخطوه دي ما كانتش ذكيه يا محمد. انا مش فاهم حاجه، انا بقول لك لسه مش فاهم حاجه. واحد جاي لنادي الاهلي، انا واحد جاي لنادي الاهلي. تمام. انا كان واحد يعني انت اصلا مش مستوعب اللي انت فيه. انا بقول لك لسه سني صغير، مش مستوعب اصلا اللي انا عملته. تمام. مش مستوعب لسه ان انا تاني هداف دوري، مش مستوعب انا بلعب كوره للكوره، مش مستوعب لسه ان انا تاني هداف دوري ورحت منتخب اول وانا لسه صغير. فلا الموضوع فاهم يعني تشغل الدماغ شويه يعني. فانا برضو بالنسبه لي مش عادي. انا بالنسبه لي ده العادي. انا بقى بقول لك مش حاسس، انا مش مدرك اللي انا فيه. حتى لما في الوقت ده الطبيعي ان اللعيب بيفكر او الايجنت بيكلموه، الطبيعي انت مكسر الدنيا ولسه صغير، فالطبيعي اهلي وزمالك الفرقه الجامده، صح كده؟ مظبوط. فانا حصل بقى العكس، رحت الاهلي. يعني كنت مفكر بقى ان الموضوع عادي، الحمد لله يعني حصل مفاوضات رحت الاهلي. لما رحت الاهلي الطبيعي ان انت كنت تروح، طبعا تروح نادي الاهلي، فطبعا رايح على ناس جامده جدا ولاعيبه انت كنت بتتفرج عليها في التلفزيون. وليد يعني سليمان ووليد ومؤمن ربنا يشفيه، وناس جامده كتير. يعني ناس جامده كتير. الشيخ كان الاهلي يعني الشيخ كان ناس في نفس الوقت تقريبا. فما حصلش نصيب ولا ما لعبتش. ليه؟ كان يعني الفتره دي كانت الدنيا مش احسن حاجه في النادي، كانت الامور الاداريه مش مستقره قوي. فطبعا كان كل مدرب بيجي كان برضو بيلعب بالعناصر الاساسيه عشان برضو يحاول يظبط الدنيا، لسه جاي برضو عايز يثبت رجله يعني. فانا لقيت في خلال الست شهور دول انا مش متواجد خالص، مش متواجد اللي هو يعني حتى ما فيش، مش بيديك. انا جايبك من مكسر الدنيا وفي منتخب مصر، انا ما قلتلكش ان انا هاجي العب اساسي. على المستوى المعنوي ما كانش بيديك برضو؟ مع مين؟ مع المستوى المعنوي لما بيقعد يتكلم معاك؟ لا ما كانش حد بيتكلم معايا خالص، ما كانش في اي كلام خالص. انا لما رحت الوقت اللي رحت فيه لعبت، كان الكابتن فتحي مبروك والكابتن علاء عبد الصادق كان مدير الكوره. ماتش اهلي وزمالك؟ كان اهلي وزمالك في الكاس مصر. كيس. ولعبت والناس كلها اسند على المجهود اللي انا عملته. ماتش واحد يا محمد. شوط واحد. نزلت الشوط الثاني كنت لسه جاي، وبرده قعدت فتره كبيره برده كنت جاي. نزلت شوط الحمد لله عملت شغل كويس، جبت كوره في العارضه كانت مهمه جدا، كانت ممكن تغير الماتش. الناس فاكره الموضوع ده لحد دلوقتي، بقى لها حوالي 6 سنين أو 7 سنين فاكره الكوره اللي في العارضه. كل ما اكلم حد يقول لي انت كذا 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 في الوقت كذا. بعد كده المدربين بقى، كابتن فتحي مبروك مشي وكابتن علاء، فبعد كده جابوا مدربين. بعد كده انا ما لعبتش 6 شهور دول، حسيت ان انا مش موجود بقى خلاص، مش مرغوب في محمد حمدي زكي، مش معتمد عليا. حسيت ان انا كده، فانا حسيت ان انا اللي انا عملته بيروح برضه، فانا عايز العب. انا في المنتخب، فانا طالما ما لعبتش بديهي مش هتروح المنتخب. انا طلب مني بتوع المنتخب، طلبوا مني ان انا، ومحمود فايز موجود وكوبر، طلبوا مني ان انا اكون بلعب. رحت المعسكر في الثاني في الثالث وانا لسه ما بلعبش وانا في الاهلي، كان الراجل بياخدني على الفيدباك بتاع الاتحاد. بعد كده ما لعبتش، فاضطريت ان اعمل ايه؟ ده القرار بقى اللي انا اخدته، انا عايز العب ومش عايز العب وخلاص. فتنقلت اعراض لبعض الانديه. لازم العب، انا لازم العب. هتلعب كده كده لسه، هتكمل على السيزون الكويس اللي انت عملته، هتكمل على الفورمه، هتكمل على كل حاجه، مش هتبقى بعيد على الاقل يعني. فاخترت سموحه.
سمعة الفترة دي كانت مكسر الدنيا. كان باشمهندس فرج كان عامل فرقة جامدة جدا وبتاع مش عارف ايه. الفرقة السنة دي انا جبت السنة دي 13 جون. ميمي عبد الرازق كابتن ميمي عبد الرازق. اه جبت 13 جون في الموسم ده. كنا العاشر. خد بالك 13 جون في 6 شهور. ست شهور لما جبت 16 جول الاهلي ما حسش ان هو لا محمد يرجع. انا رجعت اخر الموسم ولعبت. ما لعبتش 6 شهور بعده فضلت قاعد ما لعبتش. طب دي مشكلتهم هم ولا مشكلتك انت؟ يعني انت لما لقيت نفسك قاعد ليه ما اخترتش ان انت المفروض كنت عامل تتكلم او تمشي؟ اتكلمت. الفرصه جايه الفرصه جايه الفرصه جايه والوقت بيعدي تمام. حسيت بقى ان الموضوع خلاص بعيد. انا حتى يعني لو قلت لي المشكله عندك اقول لك المشكله مش عندي. طبيعي لو حتى المشكله عندي انت بتصلحها. انا بلعب في النادي الاهلي فالطبيعي هقبل ما هاخد على الفرقه وهاخد على اللعب وهاخد يجي لي فورمه يعني على الاقل هتديني عشان تاخد مني. لكن انت ما شفتنيش اصلا. طب نفترض ان انا وحش. انا وحش ما ينفعش العب. انا اصلا ما لعبتش يعني هل انا وحش في التمرين بالظبط يعني انا حتى لو وحش انا كنت بتكلم كده. انا حتى لو وحش هتلعبني ماتش في الثاني في الثالث مع ان كان في ناس كتير بتلعب. في ناس كتير لعبت الموسم كله ومشي اخر السنه. انا ما لعبتش خالص. ظلمت في الاهلي ولا الوضع اللي ظلمك؟ يعني عن عمد ولا الوضع هو اللي ما كانش في صالحك؟ هو انا مش هقدر اقول لك عن عمد ومش هقدر اقول لك يعني انا على طول اقول الدنيا كانتش احسن حاجه في النادي. فكان في حاجات انا مش فاهمها. انا لحد دلوقتي مش فاهمها. انا مش فاهم انا ما لعبتش ليه. انا يعني لو جيت سالتني السؤال ده بعد كام سنه برضه وسالت ناس برضه من كام سنه انا ما اعرفش انا كنتش بلعب ليه. بس هل هو بيلعب عشان مستواه وحش؟ طب انا اصلا ما لعبتش عشان انت تشوفني تقول مستواي وحش. فانا مش عارف القرار عند مين. بس شايف ان في مصر مؤخرا الكره ماشيه بالحب بمعنى ان في لعيبه ممكن تلعب اهلي زمالك انديه كبيره مستواهم ما يدهمش ان هم يلعبوا اهلي وزمالك في حين ان في لعيبه عندهم امكانيات كويسه زي محمد حمدي زكي بالارقام. انت عندك امكانيات كويسه السنه اللي فاتت يمكن انت فنشت ثالث هداف الدوري. فشايف انها ماشيه بالحب وبالعلاقات مش بالامكانيات. فيها سنه بالموضوع ده كام في الميه؟ مش يعني 50-50 يعني. لما تشوف لعيب انت بتشوفه بره او الجمهور بيشوفه بره ان هو مش اقوى حاجه انا بحسبها بقول ده رزق. انا بحسبها بقول ده رزق. مش ضروري يبقى امكانياتك اعلى حاجه عشان تروح. وحصلت كتير. مش ضروري حصلت معايا. حصلت كتير قبل كده. وفي لعيبه بتلعب في فرق تانية اقوى من الفرق اللي اقوى من لعيبه كتير بتلعب في فرق كبيره. بس ده مش معناه ان هو ممكن يروح يلعب فرق كبيره. ممكن يجي يلعب فرق كبيره ما يلاقيش نفسه يعني. فاهم حاجه؟ بس لو هو خلينا اتكلم انا عن نفسي. لو انا انت شايف ان انا مش كويس وديتني اكيد هيطلع. طالما هو عنده الكواليتي اكيد هيطلع. انت هتساعدني. انت لو كنت ساعدتني مثلا في الاهلي وكده كنت انا ممكن ابقى ادي الناس دي 10 مرات لكم. بس كنت ساعدني. بس انا ما ساعدتش. محمد حمدي زكي شايف دلوقتي ان هو افضل من لعيبه بتلعب اهلي وزمالك؟ بالارقام. انت شايف ايه؟ لا انت شايف ايه؟ الناس شايفه ايه؟ بالطبيعي انت انا مش شايف ان انت نجم. بص انا مش بقارن. مش قاعد قدامك دلوقتي. انا مش بقارن بالظبط. انا مش هقارن. ليه؟ انا هيقول لك بيتكلم على نفسه. انا مش بقارن. خلي الناس هي تتكلم. انا السيزون اللي فات ده يعني لو احنا بنتكلم كارقام وكده واحصائيات معدي ناس كتير. الاول او الثاني او الثالث في مصر تقريبا انا وزيزو وابولولو. مفهوم. طول الموسم مش ماتش ولا ماتشين. المقارنه يعني الاحصائيات كانت في التوب طول الموسم من اول الموسم لحد اخر الموسم. الاول او الثاني او الثالث. فده طبيعي. هات لي انت بقى اللعيبه اللي في الانديه الكبيره عملت بقى يعني عملت حاجه او حطوهم مثلا دخلهم معاك. هم اصلا ما كانوش بيخشوا اصلا في الاحصائيات. مين افضل لاعب في مصر دلوقتي؟ هفضل اقول عبد الله السعيد. يساوي كام؟ لا كتير بقى براحتك. لا انا ما اعرفش ارقام. انت شايف الارقام اربعينات وخمسينات؟ انت شايف ان افضل لاعب في مصر يستحق الارقام اللي بتتقال؟ ما هو مين؟ ما انا وجهه نظري انا بقول لك عبد الله. ما اعرفش. اوكي لو انت هتقيم عبد الله السعيد بالارقام اللي انت مقتنع بيها انت شايف ان افضل لعيب في مصر يعني سيبك من عبد الله السعيد افضل لعيب في مصر المفروض يساوي كام؟ يعني احسن واحد يلعب في مصر ياخد كام؟ والله ما اعرفش في الارقام. ما في حاجات غريبه يعني في حاجات غريبه في حاجات غريبه انت شايفها كبيره كانت في. ما هو انت هتقيمني بالفلوس. هي تقريبا كانت ماشيه يعني ده بياخد ده قيمته 50 مليون 60 مليون ده كده يبقى اقوى لعيب. انت بتقيمه بالفلوس كده يبقى هو انت بتحدد اللعيب عامل ازاي وامكانياته عامله ازاي بالفلوس. وهي يعني ما اعرفش بقى هي ماشيه كده ولا هي ماشيه بالامكانيات. ما اعرفش. لو ماشيه بالامكانيات في ناس كتير قوي مظلومه يعني. عبد الله السعيد هو افضل لاعب في مصر حاليا في مركزك جناح. مين افضل لاعب في مصر دلوقتي؟
مسموح تقول اسمك على فكره عادي. ما لا ما انا مش هقول بقى يعني لو انا مع السيزون اللي فات يعني عشان بصراحه الناس محمد حمد زكي افضل لاعب في مركزه بالارقام والاحصائيات في مصر لو انت قارنت جبت كل الناس اللي في مكاني في البوزيشن وكده انا